المدينة منكوبة بالكامل، يعني البناية التي لم تقع على الأرض وتنهار مالت أو تشققت، يعني هي يعني مسألة انهيار هذه البنايات المائلة أو المشققة مسألة وقت. كما تشاهدين يعني دمار كبير في كل المواقع أو أحياء بالكامل أزيلت أو سقطت، وبالتالي نتحدث عن حجم دمار كبير جدا. زلزال ليس بالعين المجردة، هو زلزال عصف بالمدينة بأمها وبأبيها بكل أحيائها، لا يوجد فيها حي إلا وقد أكله الزلزال من أوله إلى آخره. من الصعب جدا وصف المعاناة والدمار اللذين شهدتهما هنا في حلب. الطقس بارد جدا ولا توجد تدفئة. قلبي ينفطر على كل من فقد أحباءه، والآباء الذين فقدوا أطفالهم، والأطفال الذين فقدوا ذويهم. من الصعب رؤية معاناة الأطفال وكبار السن بشكل خاص.